السلام عليكم ورحمة الله. اليوم 16 من شهر أغسطس 2023 بدأنا والحمد لله في بناء الجدار الخارجي لهذا المركز الذي يتم بناؤه حاليا وهو الوحيد في مدينة كولد واتر ولاية ميشيغان. فأدعو الخيرين جميعا إلى المشاركة في هذا الخير، إلى المساهمة بصدقة جارية تنفعكم في الدنيا وفي الآخرة، إلى كل من يريد شفاء لمريضه أو صلاحا لولده أن يشارك في بناء هذا الجدار الخارجي لهذا المركز المبارك. فأدعو الجميع إلى المشاركة وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.